طيب نتطلع هلا على احد استعمالات السويتشينج. هدفنا الان بدنا نعمل لايت سيركت، لما يجي الضوء عليها او يروح عنها الضوء بدها تتغير، تشغل ريلي، والريلي بدها تكون اون اوف، وهي الدائره دائره بسيطه جدا هي، بس بتوضح فكره استعمال الترانزستور كسويتش. انا في عندي ريلي، الريلي راح اسميها كي 1. شوفوا ايش راح نشبك ان بارلل مع الريلي، فري ويلينج دايركت، زي ما بنعمل في الباور الكترونكس بنفس الطريقه. نخلي دائما هذا هون، ليش؟ لانه الريلي عباره عن ايش الموديل تبعها؟ اندكتنس، فيها اندكتنس، ف بنحط فهذا بيعمل باث للكرنت حتى يعمل سيركوليتنج لما بطفي. هاي عندي بي جي تي باي بولر جنكشن ترانزستور راح اسميه كيو 1، هذا عندي هون دي 1، وهذه الريلي، والريلي هي 24 فولت دي سي. هلا المطلوب اني اركب دائره، عندي مقاومه، هاي مقاومه ثانيه، وهي ال دي ار اللي هو هذا. والال دي ار هو عباره عن ماده الكادميوم سلفايد، لما تتعرض للضوء بتتغير، بتنزل مقاومتها بشكل كبير، تكون مقاومتها عاليه بالميجا اوم، وبعدين تتغير مقاومتها بشكل كبير، وهذا راح نشبكها مع ال 24 فولت اللي موجوده. هلا احيانا بحطوا ريزيستر هون حتى يعطيني ستابيليتي ويعمل نوع من الهستريسيس، انا ما دخلته هون، بس هو الطريقه الاصح انه نحط هون. هذا بصير عند الايميتر بتشبك هذا الريزيستر، بس انا هون ما دخلت فيه، ما رسمته، بس هو في الواقع رح تلاقي انه في مقاومه صغيره هون بتعطيني نوع من الهستريسيس، فما بتصير الريلي تطفي وتشتغل تطفي وتشتغل عند الهستريسيس بوينت. وهذا عندي هون ال دي ار، وهذا ار 2، وهذا ار 1. هلا المطلوب، خلينا احط الاشياء المعطاه. في عندي هلا ال دي ار، هاي لما يكون الضوء اللي ساقط عليها، لما في ضوء ساقط عليها لايت اون، طبعا احنا بنكون دقيقين، بصيرش اقول لايت اون ولايت اوف، ايش لازم استعمل اذا بدي اكون علمي؟ ايش اسمه؟ اللوكس، احسنت، الالومينيشن. الالومينيشن اللي هي كميه اللومنز بير سكوير متر. لو انا جيت حطيت هون ورقه وطلعت الضوء اللي ساقط وطلعت على متر مربع، رح الاقي في كميه من اللومنز، وهذا اللي بيعطيني الالومينيشن، قديش شده الضوء حتى اشوف. اللايت اون، هلا اللايت اون محطوط انه بينزل هذا ل 5 كيلو اوم قيمتها، واللايت لما يكون اوف، وانا طبعا بجيبه من الداتا شيت، 1 ميجا اوم، ففي اختلاف كبير في قيمه المقاومه. وعشان هيك كمان ليش الريزستر هذا بنحطه هون؟ عشان اذا كان الضوء ان بتوين، خلص فجاه تتغير من وضع للثاني وما تقدر ترجع مره ثانيه، بعطيني نوع من الهستريسيس. اوكي، واضح هاي المقاومه الاربيتا، بس هي مش موجوده هون، بتعطيني نوع من الهستريسيس. كيف ممكن تعطي هستريسيس؟ تعطي نوع من الهستريسيس لانك انت حتى تشغل بدك كرنت اعلى، اظن حتى تشغل بيكون عندك هلا انا مش متاكد بتعطيني، اذا بتعطيني هستريسيس بتعطي نوع من الستابيليتي والنيجاتيف فيدباك، او بتعطيني نوع من النيجاتيف فيدباك مش هستريسيس، عفوا. اذا عندنا هون هلا 1 ميجا اوم وكي 1، هلا بدنا نصمم المقاومه هاي بحيث انه الريلي تكون في الاون ستيت، الترانزستور طبعا بده يكون بالاون ستيت، لما تكون الضوء اللي ساقط اون فتكون قيمه هاي 5 كيلو اوم، ولما تصير الضوء ما فيش ضوء هاي رح ترتفع لقيمتها ل 1 ميجا اوم، فرح يضيء الضوء اوف. بدنا نشوف ناخذ الحالتين هدول ونشوف القيم المطلوبه ل ار 1 وار 2 حتى نصمم هاي الدائره. رح نفترض انه الاتش اف بي او البيتا تبع هذا الترانزستور 35، ورح نفترض هون انه الريلي كي 1 الريزستنس تبعت الريلي 1000 عندي الريزستنس تبعتها 1000 اوم والاتش اف بي تبع الترانزستور 35. طيب وش منخفضه؟ ايش هي المنخفضه؟ الاتش اف بي منخفضه هون 35، مضبوط، حسب الترانزستور عاده السمول سيجنال ترانزستور بتكون اعلى من حوالي 120 150. انا بعرف تاريخيا ليش انا حاطط هذا هون، بس هذا الرقم اللي انا حاطه في السؤال في المثال. ورح نفترض انه في سي اي ساتوريشن يساوي 0.2. إذا رح نبدا أول شيء هلا بنطلع ايش الـ IC max اللي ممكن يصير عندي؟ IC max يساوي 24 فولت ماينس 0.2 اللي هي الـ VCE saturation على 1000 اوم، إذا IC max بيساوي 24 ماينس 0.2 على 1000 اوم يساوي 23.8 مضبوط ملي امبير، مضبوط هيك؟ 23.2 ملي امبير، إذا هذا بالنسبة ل هلا حتى نتاكد من الساتوريشن، اولا بدي اكون على حفه الساتوريشن، راح اقسم هذا الرقم على اتش اف اي، فعندي اي بي حتى اضمن اني دخلت بالساتوريشن بدها تساوي
اول شيء بقسم اي سي ماكس على اتش اف اي وبعدين بكبرها باي قيمه 0.85 فبقسم على 0.85 فلازم اي بيس يعني عمليا يكون اكبر من او يساوي هذا الرقم او احنا هون بالحاله هاي رح نقطع هذا الرقم فرح يساوي هذا الرقم فبدنا اي بي حتى ادخل بالساتوريشن يكون 23.8 ملي امبير على 35 وهون 0.85 هذا رح يطلع معنا 0.8 ملي امبير دكتور عشان هيك احنا بدنا نتحكم كثير في الاي بيس عشان هيك ما استخدمنا الفوتو ترانزستور يعني لو كنا استخدمنا فوتو ترانزستور على طول مباشرة فوتو ترانزستور ما بعرف كيف الخصائص بتصير ايش الخصائص وقديش كمية الضوء اللي صافت عليه ما بعرف ايش الاختلاف او المزايا مش هيك انت قصدك ايش مزايا هون تحكم هو ممكن حتى بالفوتو ترانزستور بعرف اذا بتقدر تتحكم بكمية الضوء بطريقة مختلفة بس مضبوط هون ممكن المقاومة تتحكم فيها بشكل وبتغير الحساسية تبعتها كانك انت بتحطيت مقاومة مثلا سيريز مع ان دي ار بتتغير حساسيتها بالضوء الان هلا بدنا نحسب قيمة المقاومة هلا هون راح نطلع هاي الدائرة عندي هاي الدائرة 24 ال دي ار راح اعمل هاي المقاومة لفترة بعدين راح نرجع لها بعدين هذه هون كانها زي تاي داون عندي صارت هاي كي في ال قديش هذه راح نفترضها 0.7 عندي هاي المقاومة وهاي المقاومة و24 اذا بدنا نشوف اول شيء هلا بدنا قيمة المقاومة بحيث انه يمر عندي بحالة الان يمر اي بي ساتوريشن فبصير عندي هلا بدنا ناخذ 24 ماينس 0.7 على قيمة المقاومتين هذول اللي هي LDR لما يكون الضوء 1 زائد R1 بدها تكون تساوي ID saturation اللي هي 0.8 ملي أمبير LDR1 احنا قلنا انها 5 كيلو اوم مضبوط فبتصير عندي هلا هاي 24 ماينس 0.7 على 5 كيلو اوم زائد R1 بتساوي 0.8 ملي امبير اذا راح تطلع معي ار 1 من هون 24.125 كيلو اذا بدي احط هذه هون 24 كيلو اوم هلا عاده احنا كرول اوف ثم نستخدم هاي المقاومه انا عاده بحط ار 1 ايش انا حاطط ار 2 10 تايمز هاي بستخدم عاده كرول اوف ثم بحط ار 2 10 اضعاف ار 1 الهدف من ار 2 انها تخفف من اي نويز موجود هون فبتعمل زي نوع من التاي داون ف ار 2 كرول اوف ثم تساوي 10 ار 1 واللي هي بتساوي تقريبا 241 كيلو هلا بدنا نتاكد كمان انه بحاله الاوف ما بمرش الكرنت بكون قليل اللي بمر هون في حاله الاون قديش راح تصير قيمه ال دي ار؟ 1 ميجا مش هيك؟ فراح يصير في عندي اي بي اي بي لحاله الاوف بده يساوي 24 ماينس لو فرضنا انها كانت 1 لو فرضنا انها 1 24 على ار 1 اصلا مهمله بالنسبه لل 1 ميجا اوم مضبوط فراح يصير كان تقريبا 24 على 1 ميجا اللي هي قديش؟ 24 مايكرو امبير مضبوط 24 مايكرو امبير لو ضربت هلا 24 مايكرو امبير ب 35 قديش بعطيني؟ 8.4 10 to the minus 4 امبير واللي هي غير كافيه انها قديش انا بدي حتى تشتغل الريلي او يمر كرنت كفايه في الريلي احنا بدنا قديش قلنا 23.8 ملي امبير انا هون عم بمر معي تقريبا 300 مايكرو امبير فاقل بكثير فما رح تشتغل الدائره بالحاله